السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أينما كنتم مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة فن الكهرباء. كما تشاهدون أصدقائي، لدي بعد في المسافة حتى الوصول لتشغيل هذا المصباح المؤدي إلى الطبق الأول في هذا الدرج، بحيث يمكنني الصعود 3 درجات حتى الوصول إلى هذا المفتاح. لذلك لحل هذه المشكلة، حلها بسيط إخواني الكرام، والاستغناء كذلك عن هذا المفتاح والاستغناء كذلك عن هذا المصباح. كيف ذلك؟ بحيث نقوم بتركيب مكان هذا المصباح مصباح مجسد الحركة أو مصباح ديتكتور دو موفمون التي يشتغل من تلقاء نفسه وبدون الحاجة إلى الضغط على أي مفتاح لتشغيله. وبحيث قد تواجهون هذه المشكلة أصدقائي في المراحيض أو في المطبخ أو غرف النوم أو ما شابه ذلك، بحيث تجد بعض المرات أن هناك مفاتيح خلف الأبواب، فبهذا المصباح يمكنكم تشغيل المصباح من تلقاء نفسه وبدون الحاجة إلى الضغط على أي مفتاح. إذن هذا هو السيبور أو الحامل الخاص بهذا الهبلو أو هذا المصباح الحركي. وكذلك لدينا 2 من البراغي، سنقوم بتثبيتها في هذا المكان بعد الانتهاء من مرحلة توصيل الأسلاك الكهربائية. نبدأ على بركة الله، ولكن قبل ذلك يجب قطع التيار الكهربائي بصفة نهائية إخواني الكرام، ثم نقوم بنزع هذه الدوية أو هذا الحامل الخاص بالمصباح من مكانه بهذه الطريقة، ثم نباشر العمل بكل سلامة وأمان بعد قطع التيار الكهربائي. نقوم الآن بأخذ السيبور أو الحامل ووضعه في المكان المناسب، ثم نقوم بتعليم مكان إحداث الثقوب الخاصة بالشوفي، واحد في اليمين والثاني في اليسار بهذه الطريقة أو في الشمال. ثم نقوم بأخذ إما الهيلتي أو الشنيور أو ما هو متوفر لدينا، ثم نقوم بإحداث هذه الثقوب الخاصة بالشوفي. يعني طريقة التركيب بسيطة جدا، وكذلك يتيح لكم تشغيل يعني المصباح من تلقاء نفسه بدون الحاجة للبحث عن المفاتيح، خاصة إذا كان في الليل. ثم نقوم باختيار الشوفي المناسب وإدخاله في هذه الفتحات وهذه الثقوب. بعد ذلك نقوم بأخذ السيبور أو الحامل وتثبيته في مكانه، نختار البرغي المناسب ثم نبدأ في التثبيت. يعني صراحة هذا المصباح سينفعكم كثيرا، فمن خبرتي لاحظت في الأونة الأخيرة الطلب الكبير على هذه المصابيح التي تحتوي على ديتكتور أو مجسد الحركة، بحيث أنها تعطيك ميزة جيدة خاصة مع الغرف التي بها مفاتيح التشغيل، وتكون هذه المفاتيح خلف الأبواب. إذن إخواني، من خلال هذا المصباح لن تبحثوا عن المفاتيح التي تكون خلف الأبواب وبالخصوص في الليل، لأنه يكون المكان مظلم. فمن خلال هذا المصباح، لمجرد دخولك إلى أي غرفة سيتم تشغيل الإضاءة من تلقاء نفسها. بعد دمج هذه الشعيرات وعمل كباج للكابل، نقوم بتوصيل النوتر من خلال قطعة الدومينو مع النوتر التي يتوجه إلى المصباح، ثم نقوم بتوصيل الروتر كذلك مع الروتر المتجه إلى المصباح من خلال قطعة الدومينو وتثبيته بشكل جيد. كما تشاهدون لدينا الروتر من الجهة اليسرى باللون البني أو الماغو كما تتابعون. إذا قمت بتثبيته، وجاءتني بعض المشاكل إخواني الكرام من خلال هذا الكابل. سأقوم بحفر ترانشي صغير وإغلاقه بالجبس، ثم الرجوع إليكم على وجه السرعة. بعد إدخال هذا الكابل كما شاهدتم حتى لا يعيقنا في تثبيت هذا المصباح، قمت بتكسير جزء قليل وإغلاقه بالجبس لأنه سيتم إعادة صباغته. ثم نقوم بإغلاق الهيبلو أو المصباح الخاص بالديتكتور، وستجدون هذه المصابيح بأشكال مختلفة وكذلك مقاييس مختلفة في الأسواق. ثم نقوم بتثبيت من خلال هذا البرغي في الجانب كما ذكرنا في بداية الفيديو، واحد في الأيمن والثاني في الأيسر. سنقوم بتركيب الجهة اليسرى، وهكذا انتهينا من مرحلة التثبيت. سأقوم الآن بتشغيل الضارة الكهربائية، ولاحظوا إخواني الكرام، لمجرد الحركة المسافة تفصلني بين المصباح وبداية السلم حوالي 3 إلى 3.5 أمتار كما تشاهدون. من هذه الناحية يتم تشغيله، وكذلك الوقت الذي يعطيني تقريبا حوالي دقيقة. إذا لاحظوا أنا قمت باختصار الوقت حتى لا أطيل عليكم، لأنه فعال إخواني الكرام بدون الحاجة إلى الصعود للسلم والبحث عن المفتاح في الليل. فبمجرد الحركة أو بمجرد فتح الباب سيشتغل الإضاءة إخواني الكرام، ويمكنكم تركيبه في أي مكان تجده مناسب.
مجرد وضع قدمك في السلم يتم تشغيل الإضاءة سواء من الأعلى أو من الأسفل. إذا إخواني الكرام، أتمنى أن يروقكم هذا الفيديو، فإن أعجبكم أصدقائي فلا تبخل علي بالضغط على زر لايك، وأدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتتوصلوا إن شاء الله بكل جديد. إذا إخواني نكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.